بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة تبوك. تبوك أخي نوش الغزوة أخي رواي، وفي سنة 9 إسلو شرجعها خلال غزوة تبوك. غزوة الأسرة أولش قتئيتنا خلخر يلش الله غزوة خلخر دلش الغزوة الله إذا خلال ربحا ديت الدوي، وكانت في وقت في شديد الحر يخلرون دق يوخ يلش دق زمان شادق يوخ خن يرى يغزو تيش أربول شاينها. وفي وقت الثمار والظلال إشتا ستيم شحلح وشا خن يريز عبين بو ستيم شات إبول حلح حلح وخن يريز تبحان تا سحاب شنا جو خلدر تغزو تي أردولا. ولما أراد صلى الله عليه وسلم خروجه فيمر ستم بن شلد أحا أروع لأتغزو تي حض الناس على النفقة ناهي قيق بيرتو ناهي قيق بيرتو ديل نوقعها داخل دحاج ديال. فأنفق عثمان رضي الله عنه 300 بعير. تودع عثمان رضي الله عنه تو إزر أمكل ديل نوقع دحاجرتو شي مصو غير سنتاني خلما بي خل بيش بلت أمكلشت تولسا ونقي ألف دينار ده حجرته غزوة ديل نوقعها تعزر دينار حجرته. فقال صلى الله عليه وسلم تلدع في مرسه لرق ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثماننا فقل دعها ثم هو دعها تعزية داتقتنا. وأنفق الصحابة ما يقدرون إشت سحاب شيء نتقو جبار بها غزوتنا ديل نوقع داخل ده حجرته. وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم عامة المنافقين. أما منافق آخر دعق يسترون أرأت بويلر غزوة. وتخلف ثلاثة من خيار أصحابه لغير عذر هم اشتقي سحاب شخ قو سيلا وشو سحابي أرأت بويلر غزوة تعاشي بيخكز ويوج يشملش بره كعب بن مالك ورتع وهلال بن أمية ومرورة بن ربيع هرق صحابي هارت ويلرتق غزوتي. فاعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة سوط أحائش غزوتي رحبيخ جهبيخ كزلو ليخر تار بايمارير شين غنتير دول بوخش دلح بايمارسا شوحب تدلرتان الله تير حقه تحكم دواس دلتا سولت أحا آية دو السرق سورة التوبة شو عدول شطلا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا على الله هو إقاء صحابش عد بيتان بولش بولا تير توبة شا قابل دينك على تانا جيش دينشا على الله هو آية دي سيرا يشبق لأربحان دولش الله هو بحكز لول يلرتان. وذم الله المنافقين في هذه السورة وختم عليهم. أما منافق ناخ الله سيسز برهق سور جوحا تير دقنش مغرط عندو على بلغل دير الله. وسميت السورة بالفاضحة لأنها فضحتهم اشتاء سورة سورة التوبة أولش دو إزا يعرج وحتوش دولة سورة يقال ربحان هدو تو منافق ناخ حقوش بوخش بول ديلا سور جو منافق ناخ الله بيوش بوش حقوش بوخش تبحانسا إشتا إزا تأيوتنا. وفي هذه الغزوة صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب إيلة على الجزية إشتا هق غزوة تحا قيت عبال خلال يهدران عالشا بيمرس برت برق إيلة أولش الله أيلا أولش الله مهتيرة تانت إغوحتا مشل بچاحا توو بايمارس برد بيرا جيزيتا لوريشيش ألا بايمار تاني برد بيرتو جيزيتا بوغدو هور سنتير هور ديغان تيرا لوشا نالوغ يوق إزا بوصل بچناخنا كرسناخ يا بوصل بدين تيويت تاريا جيزيت لوشا هور سنتير هور ديغان تيرا عبيش حلدو أتا كرسنيا إشتا أتبرتا كالله بغر إش بايمر تاني إشت بايمر برت بيرا أتنا أتا باتشاح تاني
جيزة طروشة إشي على شاين تمتان إتالي كان جيزة طلوش إي ريز دو شاي شال إشتا قيدع قيدوش طول تيبنا شا إشت أتحك من بوغ بيحكر وكذا أهلو جربة وأذرح جربة أوش الميتير أذرح أوش الميتير ناخ أتحك من بوغ بغر إشا وكتب لهم كتابا وصالحة وكيدر دومت على الجزية كذلك إيش تقيدو وش طيب نشأ بأي مرتبة بغانش جزية طلوش إيش عديت يعني على رئيس غلرش وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك تبوك يا بأي مرسى خني قرون بدع 10 ليلة ثم انصرف إلى المدينة ولم يلقى قتالا تا إيت بويس جارجا خني أحقر بأي مرسى تبوك يا حا اتمواستخشنا دوحا لوغان سايست وان بوغان دلاحا شوش بغر تغلر طوام تغلر تقاها اي قيان دوح اللو اشتن اي روم بچالقي ريم بچالقي اسكرا وش بوخش بو يخي ايچا بو صوبنا قير بلا هلا دكشو قير امتسان اشتا يغبايلر اشا طوام تغل اشا داد داير زر هر غزواتا ولما رجع الى المدينة فأمر صلى الله عليه وسلم مدينتي يغوي تشي أسكر يعني أمر الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إشت الله أمر ديرا فيمرنا دوغ دي الله إماج ديك نس منافق ناخا إماج ديك دين خليرا مدينة تاح فيمرا تيك غزو تاع ولتشينا إماج ديك دار الله آية تاع أضوء مسجد الضرار زين دوغن إماج ديك زي دا زي بوصل ناخنا هو عال شو يلش يا مرتو يا ويلش دغنا منافق نا ماش نقدري الله آية تعم الله ضرورا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إشت إماج دك دوبو الله إذا زين ماش دك زين تاع دغن زيد عال شو يلش وكفرا كرسنال تاع دغن ماش دك وتفريقا بوصل ناخ بيقش مؤمن ناخ بيقش عال شو يلش دوغ ماجدك دوي وإرصادا لمن حارب الله ورسول إشتا الله تأتن ألشان سان تقام بيش بولش بولا دوحال بويل بولش بولا ناخنا كيچن بيش دوغ ماجدك دوهارا عال الله بيلغن دين دوغ دي الأمر دين الله تشو علامز ما دي الله هو بايمرغا فهذا ما هو صلى الله عليه وسلم بايمرز دوغ إذا وهذه آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه هرت إحارة غزوة درغ بايمرس دين دوش دولا تبوك يأخل دوش دولا شا شديغت آراء على غاز وحتى تأحر الغاز وحتى دوهرا بايمري صلى الله عليه وسلم تؤمت تغلش دع دير زريزة